بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب خير جميعا. حلقة اليوم راح نتكلم عن مهارة اوريدي سبق وإن احنا تكلمنا عنها قبل كده، لكن هنحاول نفصلها في حلقة مستقلة من باب إن احنا نكون غطيناها بشكل مباشر علشان الناس ما تنساها، أو من باب إن احنا نحاول نراجع عليها. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله في الطريقة اللي ممكن من خلالها نروح من الفرونت اند للباك اند لو احنا كنا موجودين في الفرونت اند، او لو احنا كنا موجودين في الباك اند وعايزين نروح للفرونت اند، ازاي نبدل ما بين الاثنين. طيب بمنتهى البساطه، لو انت كنت موجود في الباك اند بتاعت ووردبريس هتروح لرمز البيت وتضغط على فيزيت سايت، كليك يمين واوبن النيو تاب، فهتلاقي ان الموقع بتاعك يظهر لك في التاب زي ما احنا يعني اخذنا المره اللي فاتت. ديت الواجهه الاساسيه، تمام كده. كده بدلنا من الباك اند للفرونت اند. طب انا لو كنت موجود في الفرونت اند وعايز ارجع للباك اند تاني اهو، لو انت كنت موجود عندك طرق مختلفه بك، ها واحده من ضمن الطرق دي اني شايف الموقع بتاعك هيوان كده بالظبط، هترجع بقى للباك للمره الثانيه، هتلاقي ادي الداشبورد والثيمز والويدجت والمنيو، انت عايز ايه؟ لو انت ضغطت على الداشبورد هيرجعك على الداشبورد على طول، وفي كل الاحوال انت بتلاقي البار ده ثابت معاك دايما، اوكي؟ حتى لو انت موجود في الباك اند هتلاقي المحتوى بتاعه متغير شويه، لو انت في الفرونت اند هتلاقي المحتوى بتاعه متغير شويه، في حاجات بتكون موجوده لكن في حاجات ما بتكونش موجوده، ايا يكن بقى انت ممكن ترجع بانك تضغط على الداشبورد، او بمنتهى البساطه لو انت كنت فاكر الكلام اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت هنطلع على الدومين او الصب دومين اللي هناخده بالانستراكتور ونحط هايفن ونضغط فاكر نكتب wb-hyphen ونكتب ادمن علشان نروح بشكل مباشر على الادمن بانل تبع ووردبريس، بعدين نروح عاملينها اللوجين، هيجي لنا اللوجين بيج او اللوجين منيو الصغير نكتب فيه الميل والباسورد ونضغط على لوجن وريمبر مي لو انا كنت موجود على الملف او موجود على اللاب او الجهاز الشخصي تبعي. يبقى دول الطريقتين او دول مجموعه الطرق اللي ممكن ببساطه منهم تبدل من باك لفرونت اند او من فرونت اند لباك اند. سعيد جدا باني كنت معكم اليوم، ما تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.